يوم التقرط ندير ان شاء الله بحول الله تشوفوا معايا ندير شي واحد العجينه ديال سبيناكاس مع الشوفان، ساهله وماهله. والكفته نديرها في الدار مع الربيع والبصله، وكتعرفوا الزيت الحره زيت بلديه والابزار والملحه ما فيه والو، ما فيه حتى شي صعوبات. اليوم غير الطحانه مع ماكينه، غادي نخدم كلشي بماكينه. يلا اجي احمد. بسم الله. ندير الاول هناك، لا بغيتو تشريو هذه في القابسه تشريوها، ولا بغيتو تزيد تشريو كاينه كبيره كامله مكموله جيبوها غسلوها وغسلوها. هذه الا جات مغسوله هي نقيه في الكاخه. ندير شويه على حسب العائله، على حسب العجينه اللي غديرو على بحال هكا. ونديرو الشوفان، انا نوريكم بالعبار حسن. الشوفان مزيون في الماكله، في العجينه، في كلشي. هو الشوفان كيكون مزيون، ما تخافوش على الشوفان. امشي درت على حساب بحال على حساب الكاس ولا جوج الكيسان ولا نص الزلاف اللي درت. بسم الله. والكاس ديال الماء. بسم الله. هذا شوية الملحة. أوبس. بسم الله. نزيد غير شوية. المهم العجينة غادي تكون فيه الملحة شوية شوية ديال الإبزار في مين تبع النكرة. وكوتشارة زيت بلدية. طيب واحد كوتشارة صافي. صافي غادي نطحن هادشي، تشوفو عينكم هاهي. بسم الله. دير الماء شوف الماء.
حتى ارتحت. ماشي espera, me he tapa. البنات هيا بسم الله طحنات الماء الماء و هادشي اللي كتشوفو اللي شفتو في الاول ما درنا حتى شي حاجه الزيت و الشوفان داكشي كامل تعال هنا هنا ونسيونا نجيونا جربوها دابا غادي نحط هنايا ندير شويه الخماره ماشي كامله غير زنوه المهم نسيت ما هضرت بالشلحه سمحوا لي المهم هكا هي تاع الدجاج تبعها واحد كوتشاره فيه بزاف هادي صافي ندير الزلافه ديال الدقيق خلطها بهادي هو شي حاجه سهله ماشي فيه شي حاجه ديال الشتوى
ماكلتش الدواء هذا كتجي مزيونه مع الكفته والكيسو. المهم غادي نخليها هنا في الجن. دابا غادي نبدا مع الكفته. غنطحن الكفته هنا، ندير الماكينه، نعدل الماكينه ونتلاقاو صافي البنات. المهم غادي ندير الكفته مع البصله والربيع، نطحن نديرها في الدار. كيعجبني الكفته ديال الدار، نطحن هنا احسن. شوف شنو كندير فيها. الحمد لله اللي عندو هاد الماكينه كتجي مزيونه. ها اللحم بسم الله مغسول ونقي، شويه البصل، شويه ديال الربيع، تنكمل هادشي كامل، نطحن كلشي هادشي. انا غادي نوريكم شنو كندير في داري. بسم الله نشعل. يبقى صح شيت سبيرو، غادي نبلع اللول هادي، هذا غتخدم سبيرو. البنات ها الكفته، دابا غادي نخلطها نعجنها مزيان معاكم. هيا كملتها
درتها كاملة مع البصلة والربيع. دابا غادي ندير فيه العطرية ديالتي. بسم الله، شوية سكنجبير غير النص، شوية ديال الزهر بحساب النص، كتشارة كراهة بيميتا نيكرا، كمون كمون كتشارة كمون كتجي مزيان معاها، و بوكيتو صحر الملح مليحة كسطة، دوش كتشارة زيت بلدية مخلطة، مهم زيت بلدية اسبانيا ماشي في المغرب. صافي هادشي غادي نخلطها، نعجن بيدين ديالي هيا مغسولين نقيين. بسم الله نتوكل على الله. دابا هادشي خصنا شوية، ماشي نديرها كاملة، خصنا نديرهم في الميكات شوية، نديرها في فريغو شوية. غادي نطيبها اليوم، نتغداو بيها، بغيت نوريكم. عاد نسمى واحد الشوم مزيان، وملي كطحنها في الدار وكدير فيها العطريه ديالها كلشي، يجي فيه المذاق مزيان وواحد الشوم. ايوا حسن ملي كتشيها من برا، هادي لا جديده. غنوريكم بزاف لي بغيت ديروا بها بو كومو سياما كروكيتاس. نوريكم شي نهار كروكيتاس ديال الكفتة، فيه الخبز والحليب والبيض، شي بطاطا شوية. نوريكم شي نهار دابا راه عندي الكفتة. صافي غادي شوية غادي نخليه هنايا نديرها مع كريبس العجينة اللي ديرنا، وشوية غادي نخليوها هنا ميكات لاصطة. اللي بغا يدير هادي هكا يطبخها، يتخباها هكا. هاسي على غادي ندير ليها كروكيتاس هادي، اللي بغا يدير هادي عاود عندكم، ما عندكم بوش شغل ديروا هادي، كل وحده بوحديتها. هادي مع بوقاديوس الدراري هكا مع المدرسه كتخليوه هكا. نوريكم تخليو هكا وقاش ما بغيتو تجيبو تجبدو وحده وحده هكا مستفين. هذا ديال بوقاديوس ها، عشان الشوم ديس ما فيه بوش حمه، انا في هذيك شويه ديال الحم قاصح وصافي كتجي شويه الشحمه ما درت فيه، ما خصني بوش الشحمه. اللي بغا يدير الشحمه يجيب شويه ديال الشحيمه يخلط مع الحيمه يا ستا، اللي ما بغاش يدير غير الحيمه يا ستا. المهم انا خصنا كي نتا هذو نتا دي خلط هاكي سي كشوا نتا هذو نتا ويكسوم. المهم انا كنوريكم اللي كندير في الدار، انا ماشي كنوريكم اللي كندير شي حاجه في الدار، بغيت
نقسمو معاكم يا ستار الخوت. ماشي هادي ديال بوقاليوس كيجي كيتمشى هكا. ها غادي نخليها في الفريكو حتى ترجع تشتهى ديرها ترجع حجره تكون خلاض ونجبدها ونستفى وحده وندخلها على الفميكا صافي كتبقى كمصاينه هكا كامله. ولا بغيتوها ديال هكا ولا بغيتوها ديروها هكا ديروها بحال هكا. المهم انا كانوا نوريكم كلشي شنو كندير في الطهي. المن صافي يا سطا غادي نديرها اليوم ان شاء الله بحول الله. غادي نخليها غادي نخليها في كل خلال هاسي صافي. هادي غادي نديروها اليوم ان شاء الله في البلانشار ولا الفران ولا اللي بغيتو في الماقله ولا اللي بغيتو. مهمه هي موجده. يلا البنات نتلاقاو مع كريبس. يلا المهم البنات هاد المقله مغسوله الزيت لا بغيتو الزبده دهنو بالزبده ديرو دهنو بالزبده وانا بالزيت حسن هاستا هي ماشي ثقيله بحال اللي كديرو حاتيته ولا شي حاجه كريبس عاديه شي خفيفه. بسم الله كبيرة هاد المقلة يا ستا جبر شوفنا صافي بدات كطيب ها هي كتجمع العجينه ها هي كتجمع غنديروا شويه عليها الكيسو ما كيعجبكم الكيسو هاي قليل ماشي بزاف في الطرف هكا نقصوا البوطه ندير عليه شويه الكفته غيقلي لا بغيتو هكا. غادي نوريكم جوج تشكيلات اللي بغيتو نتوما شي حاجه سهله يا سطا هاسي صافي. غادي نهزها من هنايا وندير عليه هكا نقص البوطه نقص البوطه تنقص على حساب دابا العجينه هي طابت كد دابا على حساب الكفته والفرماج هاسي ها صافي
ما نديروش عليه هكا بزاف، غير من هنايا يا اسطى هي غير يفسخ هذيك الفورماج، هذيك الكفته على حسب السخونيه، هي الكفته طات يعني كطحن في الماكينه، هي مش عادي تخافوا عليها. نديرو عليه شويه هكا، لا بغيتو هكا نوريكم بالكفته والفورماج، نوريكم الكفته بوحديتها، لا بغيتو تقلاوها بوحديتها في بلانشار وديروها بوحديتها وديروا كريبس بوحديها. المهم نوريكم جوج شكيلات، انا كتجي ليا هكا ساهله يا اسطى. ها هي طابت هنايا، نخليها تبرد، دابا ندير شويه عاود الزيت بحال الاول هكا، وندير العجينه بحسب المقلة الكبيره، ولا كبيره غديروا جوج، ولا صغيره ديروا غير وحده. هذه تبقى شويه رقيقه، و جربوها غادي تعجبكم مع سيلغاس، سيلغاس نو سيلغا كتجي مزيونه. صافي غادي نجهدوا شويه النار، غير شويه غير قليل على حسب يجمع هاد العجينه. شي حاجه سهله وما فيه بو بزاف بزاف تماره، وما تبقيش بزاف كوزينه الخوت يا اسطى. وان شاء الله غيعجبكم هذا الشيء، الوصفات اللي درت لكم اليوم. حتى ما نخليوش نديرو دابا الفورماج، حتى تجمع هكا ترجع هكا، شوفوها بحال هكا ماشي بحال هكا، شي خضيره طابط تجمعات هاد العجينه. عاد غادي نديرو الكيسو الكفته، ولا بغيتو الكاشير اللي عنده الكاشير عاد فورماج وطحنوا شويه ديال الكاشير وديروا عليه وصافي. تبع الكاشير كيجي مزيون، كيعجب له الكاشير. ها هي كتجمع، ايوا تجمع مزيان. عاد كي كنتي باس تجمعات صافي يا ستا هي. ها نقصو البوطة، نديرو شويه الفورميجات من هنا الكيسو هاسي، لا بغا يديرو الكاشير غيديرو الكاشير. ها هو قاليو ديال تريم وجده، نديرو شويه الكفته اليوم، الكفته مع كريبس والكيسو. هيا هيا شويه تكا سنج هاشتي هادي نجمع، هادي غادي كنت تعبتين الكفته عادي صغار كنت عمو يا سطا. يا سطا نخليها شويه تفسخ صافي، غادي نبقى نديرو هاد الشيء، غادي نتلاقاو في الاخر صافي. يالا الخوت جيت عندكم يا الخوت. المهم اكملت نوريكم هذيك الاولانيه اللي درت الاولانيه، هي مازال سخونه خفيفه مزيونه سهله ما فيه وين. الا بغيتو ديروه بهذاك البان ديال التركي ديروه بحال هو، ديرو فيه الكيسو والكفته هكا خضيره وديروه في ديك ديال بلانشا،
صافي. و المهم هادي احسن من هادي، نقولكم الصراحه. ولا بغيتو ديرو بحال هكا، تطيبو هادي بوحديتها، طيبو الكفته بوحديتها ودخلوها في الخبز، ودخلوها عاود في هذيك ديال الطوسطار، كتسخن كتبقى سخونه صافي. والشلاضه واحد الكاس العصير، والله يجي البركه. المهم فنه، شربوها تشوفوا هاد عجبكم. لو بغيتوها كاع ديروها غير بالفورماج، ديروها غير بالفورماج بدون كفته صافي. هاك احمد هيا. وبصحتكم. انا هادي اللي درت اليوم مع الغداء وخفيفه، حتى العشاء لا بغيتوها مع العشاء هكا في الليل، شي حاجه خفيفه مزيونه عاود. يلا سلامه البنات.